ترافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جميع رحلاته الخارجية حقيبة اعتقد الكثير من المحللين السياسيين ورجال الإعلام أنها مجرد حقيبة دبلوماسية. التسويق، المتعة، الدهشة والحيرة، قصص واقعية أغرب من الخيال. شاهدوها على القناة الجديدة وقائعة، رابطها في الوصف. ولكن تم الكشف فيما بعد عن حقيقة الحقيبة وأنها نووية تحتوي على رموز الإطلاق للصواريخ النووية الروسية. شبكة تلفزيونية روسية كان لديها الفرصة النادرة في عرض وتصوير واحدة من ثلاث حقائب محمية بعناية يمكن أن تستخدمها موسكو في شن الضربات النووية. ويقال إن الحقيبة التي تحتوي على رمز مفتاح شخصي وبطاقة فلاش وتحت إشراف مستمر تتحكم في بعد في الترسانة روسيا النووية. إنها تسمح للرئيس فلاديمير بوتين بإعطاء الأوامر لإطلاق سلاح نووي عن طريق إرسال رمز الإذن لقوات الصواريخ الاستراتيجية. يمكن للحقيبة أيضا أن تحذر بوتين ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى من أي علامات مبكرة على حدوث هجوم نووي. تم عرض الجزء الداخلي من الحقيبة المعروفة باسم جيشت باللغة الروسية على شاشة التلفزيون بواسطة المضيف أليكسي يوجوروف الذي أعطى الجمهور عرضا تفصيليا نادرا لوحدة التحكم النووية. تحتوي الحقيبة صغيرة الحجم وهي بحجم حقيبة الحاسب المحمول على لوحة أرقام أفقية غير عصرية بشكل واضح في الوسط وعلى أربعة أزرار كبيرة تحتها. واحدة منها المفتاح الأبيض يقال إنه مشغل الإطلاق النووي. وقال يوجوروف أحد مكونات الحقيبة هو بطاقة فلاش، إنها بطاقة فردية وهي أحد المفاتيح التي يتم إدخالها في النظام. وأضاف أنه غير قادر على الكشف عن أي معلومات حساسة أخرى تتعلق بوظائف الحقيبة النووية. كانت النظرة العامة عن قرب حصرية لقناة زيفيزدا وهي قناة تلفزيونية تديرها وزارة الدفاع الروسية، وهي المرة الأولى التي يسمح فيها بفتح هذه الحقيبة على التلفاز. يقال إن شيجت سمي باسم جبل شيجت في كاربادينو بلغاريا، يشرف عليها ضابط يرافق بوتين أينما ذهب. ومع ذلك يعتقد أن هناك ثلاث حقائب نووية في المجموع والتي لا يمكن الوصول إليها إلا من قبل المسؤولين الثلاثة الأعلى رتبة في الاتحاد الروسي. يقال أيضا أن هناك نظام المفتاح الثلاثي من أجل الشجت، وهو يتطلب من الرجال الثلاثة إدخال رموزهم الخاصة لتوجيه ضربة نووية وفقا لما أوردته مجلة أوتوميك هيرتاج. إلى جانب بوتين هناك وزير الدفاع سيرجي شويغو 64 عاما ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة فاليري جيراسيموف 64 عاما. إن شيجت تشبه كرة القدم النووية الخاصة بأمريكا، هي حقيبة جلدية ضخمة ذات تقنية عالية تحتوي على رموز الإطلاق الخاصة بالأسلحة النووية الأمريكية. يمكن للرئيس دونالد ترامب استخدام الجهاز للترسيخ بهجوم نووي أثناء وجوده بعيدا عن مراكز القيادة الثابتة مثل غرفة الأزمات في البيت الأبيض. ويقال إن الحقيبة التي تزين حوالي 20 كيلوغراما يحملها دائما واحد من ضمن خمسة مساعدين عسكريين بالبيت الأبيض، تعرف رسميا باسم حقيبة الطوارئ الرئاسية، وقد دخلت حيز الاستخدام لأول مرة في أعقاب أزمة الصواريخ الكوبية وفقا لما أوردته LBC. التسويق، المتعة، الدهشة والحيرة، قصص واقعية أغرب من الخيال. شاهدوها على القناة الجديدة وقائعة، رابطها في الوصف.